تحية لجميع الآباء والأمهات على الصمود ديالهم، على التشبث ديالهم بالمطلب الشرعي ديال وليداتهم. اليوم جينا باش نحتجوا على المديرية الإقليمية اللي ما استطعتش على أنها تمكننا من شواهد المغادرة منذ نهاية الموسم الدراسي المصارم، ولحد الآن مازال ما استلمناش شواهد المغادرة ديالنا. من بعد ما وصلنا للباب المسدود مع المؤسسات اللي كانوا تدرسوا بها الأبناء ديالنا، بحيث أنها رفضت على أنها تسلمنا شواهد المغادرة ديال وليداتنا. هذه الوثيقة هذه اللي هي حق من حقوقه واللي تضمنها له القانون، بدعوى بأننا لم نسوي الوضعية المادية ديالنا ديال 3 أشهر اللي عليها اختلاف. وهذا الرفض هذا ثبتناه بمحضر ديال مفوض قضائي، وزيادة على هذا الشيء هذا رفضت على أنها تعطينا حتى شواهد البكالوريا والنتائج ديال وليداتنا. ولكن هذاك المشكل تحل في الحين ديالو، لأنه ما كانش ينتظر يطلب انتظار. وهذا الرفض هذا تنعتبره وخرق القانون لتحمي حق التعلم ديال هاد الطفل هذا. جميع الآباء والأمهات كانت عندهم إرادة قوية على أنهم يوصلوا لواحد الحل مع هذه المؤسسات هذه، ولكن التعنت ديالها كان كبر من الإرادة ديالنا، بحيث أنها رفضت بشكل قاطع لأنها تعطينا شواهد المغادرة. ما بغيناش نمشيو للقضاء، ما بغيناش نلتجئوا للمديرية الإقليمية، بغينا نحلوا المشكل مع المؤسسة، ولكن التعنت ديالها كان كبر من الإرادة ديالنا. اليوم جينا للمديرية من بعد في نفس اليوم اللي رفضت فيه المؤسسة أن تسلمنا شواهد المغادرة، التجئنا للمديرية وضعنا الشكايات ضد هذه المؤسسات هذه اللي رفضت على أنها تسلمنا شواهد المغادرة. ومن ذاك التاريخ ونحن ننتظر، قالوا لنا بأن راه كاين واحد المسطرة خصها تتبعها على حساب السلطة المخولة للمديرية، خصهم يراسلوهم وخصهم يردوا عليهم، وأنا ذاك عاد يكون الجواب. إذا تنظن أننا في الوقت هذا من الفان جوي حتى اليوم راه الوقت كان كافي للتفعيل ديال هذه المسطرة هذه، كافي وزيادة. واليوم جينا باش ناخذوا شواهد المغادرة ديالنا، وتنقولوا للمدير الإقليمي باش يوفي بالوعد ديالو اللي قطعوا على نفسه في اللقاء ديال الوساطة اللي كان ما بين الآباء والأمهات والمؤسسات، بحيث أنه قال بالحرف بأن شواهد المغادرة أنا تنضمنهم لكم، وأن التلميذ خط أحمر. اليوم خاصنا شواهد المغادرة ديالنا، لأن الوليدات ديالنا المصير ديالهم مجهول، لأنه شرط أساسي على باش يتسجلوا في المؤسسة المستقبلة، لأن تكون عندهم هذه الوثيقة هذه اللي هي شواهد المغادرة. كنستنكروا هذا الشيء اللي وقع في التيقيع ديال القطاع الخاص، هذا الشيء اللي صرح به الوزير بصراحة ما تشرفش. في الحجر الصحي اللي كان داز شهر جوج كانت النسبة كانت هابطة، وكانوا حبسوا التعليم، ودابا كنتفاجئوا لان الاصابه طالعه صاروخيه وتيقول لك باش نديروا التعليم. انا البارح مشيت للمؤسسه ديال الخصوصيه بلا ما نذكر الاسم ديالها باش نسجل البنت ديالي، طلبوا لي يعني هذاك الثمن خيالي، وطلبت منه باش ينقصوا لي، ما بغاوش. ودابا جينا للنيابه هنا باش نديروا المغادره الطوعيه، وبكل صراحه هنا كاين واحد الفوضى عارمه بكل صراحه. يعني هذا الشيء ما تيبشرش بخير، يعني الناس المسؤولين تفاجئوا بهذا الشيء هذا، وهنا في اول خطره كيتضموا المغاربه باش يديروا شي حاجه اللي في صالح هذا الوطن هذا، لان هذا القطاع الخصوصي بكل صراحه يعني ولا مشروع، ولاو كيجلبوا الاموال ديال الناس. هذه الوقفه احتجاجيه تجي من مورا التماطل ديال هذا الاداره، ومورا الوعود اللي خذينا من عند السيد مدير بان الاطفال والدراري تيبقاو خط احمر على قبل المغادرات. أكثرية ديال الناس اللي مورا تقديم ديال طلبات وديال شكاوى، وكاينين اشخاص ومنهم انانيت اللي مشيت للقضاء، ومع هاد الوقيته اللي دارت الوزاره حتى هي الوقيته ما بقاتش بزاف، ما خلاوش الناس الوقيته باش غادي تمشي تلقى راسها شي حل واحد اخر. ما اضطر الاباء باش غادي يطالبوا بالمغادرات باش ما تمشيش سنه دراسيه بيضاء بحال كما تنقولوا للدراري.
او موان يبقى لونكادغمون بعدا مع مدرسين. ما يمكنش للدراري باش غادي يبقاو بحال هكا، ما هما قارين، ما هما من المدارس القدام، ما هما من المدارس الجداد. وتنطلبوا الله باش هاد الجائحه تحيد خلاص، محك الدراري ضاعوا وضاعوا بزاف. حتى واحد ما تيهضر على كيفاش غادي يريكوبيريو هاد الدراري هاد السنه الدراسيه اللي داس، اللي بكل مقاييس وشهادات الجامع الدراري راهم ما استافدوش. كل واحد زعما نخلي في هذا الباب الاختصاصيين هما يهضروا على هذا الشيء، غير كان ما يزيدوش الدراري حتى هذا العام، حتى هو نفس المشكل. وغادي نلقاو راسنا تنعاودوا ازيغو داكشي اللي بديناه من فامي، ماشي شي حاجه واحده اخرى. هذا الشيء سيدي تلقيناه وسمعناه من عند المدير شخصيا، وشخصيا قال كنت حاضره في الاجتماع، قال لنا ولاد المغاربه بالعربيه ديالتنا، ولاد المغاربه فوق من راسي، اللي باغي المغادره ديالو، اللي حاجته بشي ورقه، اللي حاجته بوثائق، خط احمر، والطفل تيبقى خط احمر، وتحد ما من حقه باش غيحرم شي تلميذ من المدرسه الا تبوت العكس، وكل شيء على يديكم. هاد الناس راهم تانعوا باش غادي يعطيو الشواهد ديال المغادره، وحتى فيما يخص انتقال من الخاص للعمومي، راه الناس واخا قدمات طلبات تحت ذريعه، راه كاين الاكتضاد، ولا ماشي ما بقاوش اطفال ديال المغاربه فوق من راسو. على حسب اللي تنفهم انايا، كاينين دول اللي واخا تكون الحرب تتحلوا ابواب ديال المدارس وتيفرشوا الناس غير في الارض ولا غير تحت من الشجر، ولكن الدراري ما تنقاطعوش. حنا كان عندنا مشكل وباقي عندنا مشكل ديال هذه الجائحه، داكشي علاش اكثريه ديال الناس تتفضل باش ولادها يبقاو بعاد، زعما ما يمشيوش للمدارس. وتنتفهم هاد الشيء، هاد الشيء علاش هاد السيد حنايا دابا تنطالبوا منه باش اقل حاجه واضعف الايمان بحال كما تنقولوا، يخلي غير الدراري لونكادغومون، يبقاو الدراري مأطرين باساتذه. اللي عنده حصه ديال الرياضيات اللهم يستافد هذيك 30% ولا 50% اللي هي عن بعد ولا بلاش، وغيتسمى منقاطع. وانا بغيت غير نقول عاوتاني واحد الحاجه للناس، للمغاربه كاملين والمغرب، راه ثاني اتفاقيات ديال حقوق الطفل وديال حقوق الانسان، هاد الناس راه ما لقينا من عندهم حتى مساعده. انا عاد باش تنتفهم علاش عندنا الاميه وعلاش الناس تتنقاطع وتيشدوا ولادهم وما تيخليهمش باش غادي يكملوا قرايتهم، راه ما كاين حتى مساعده. احنا تنضربوا، انا الدور ديالي كأم هي غير نعلم هاد الناس وهاد الاداره يكون عندهم غير فكره بلا راه كاين مشكل، وهما اللي خاصهم يجريو باش غيتفك المشكل، باش يحلوا المشكل. هاد الناس شهرين هادي وعندنا شكايات بالتاريخ وبالنيميرو دو ريجيستر، بلا راه تسلموا الشكايات من عند الناس وما دار فيهم حتى حاجه. الحل اللي تيبقى بالرغم ولا بالرغم من هاد المشاكل كاملين اللي واقعين دابا، الناس خلات مشاغلها بحال ولينا عايشين على قبل هاد المشكل، ماشي شي حاجه واحده اخرى. كل شيء وهب وقته وهب الجهد ديالو باش غادي يساليو هاد المشكل. المشاكل اللي ولا الشراكه اللي كاينه بين الوزاره ديال التعليم والمدارس الخاصه، انا ما تيبانش لي وجه ديال الشراكه فين تيتجلى. هاد الناس الا كانوا عندهم غير نفس زعما يجي مفتش هكا مره ولا شي حاجه، راه ما سميتها شراكه. حيت اللي شريك مع شي واحد تيمشي معاه بابا في كل حاجه، تيكون معاه بابا. انا ما عنديش زعما فكره على اشنو اللي غادي يكون في هذا المضمون ديال هاد الشراكه اللي كاينه، ولكن تبين لينا دابا بلي راه حتى كنا تنخلصوا المونسواليتي بور لا غارد، وباش تيبقى داك السويفي لو مينيموم. الا كان شي ولد ناقص في شي حاجه، هادشي علاش تنطمعوا في هاد الناس. انا كأم تنطمع فيهم الا كانت عندهم شي حاجه ناقصه عند شي ولد، ولا كاين شي مشكل شي ماده عند شي ولد، باش غادي يتواصلوا معايا هادشي. ولكن ما كانش عمرها ما كنطيح ليا بالبال بلي راه يمكن يتحتاجزوا الوراق ديال الدراري ولا ان بلوس اللي كاين من المدارس الخاصه في المدارس العموميه، علما ان الاساتذه الاكثريه ديال الاساتذه، ولا اعمم هنايا، من احسن الاساتذه اللي كاينين في البريفي واللي تيديروا الريبوتاسيون ديال البريفي هما اساتذه ديال العمومي.
وتيقريو هنايا وتيقريو هنايا. دابا تيبقى المردود و والخدمه ديالتهم انا ما يمكنش لي نقومها ولا نعطي فيها تقويم، غير الا كانوا الناس شراكه راه خاصها تمشي با ابا وما يخليوش ولاد المغاربه ويخليو حنا عارفين كلشي تيخدم باش تيخلص السكره وباش تيخلص المدرسه. شي حاجه وحده اخرى، راه هاد الناس راه عيب وعار باش غادي يبقى هاد الكونطرا بحال هكا وتحسب شراكه على الدوله، وشي شراكه ما كاين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.